يعني الحقيقة من الأهم الفواكه الصيفية البطيخ والخوخ، وفي فواكه كتيرة بتظهر في فصل الصيف. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة محصول البطيخ والخوخ بالتلوث بسبب رش المبيدات، وده اتسبب في بعض حالات التسمم. هيكون معانا للرد على ما هذه يعني الأقوال اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الحاج حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين. صباح الخير يا حاج. صباح الفل عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك ومنورنا دايما. نورك. يعني انتشر أقوال كتيرة جدا إن البطيخ والخوخ المحصول مرشوش، وفي طبعا مرشوش مبيدات سامة يعني، وفي ناس كتير اتعرضت لحالات تسمم. رأي حضرتك إيه أو شايف ده إزاي؟ الحقيقة طبعا إن كل الكلام ده خالي تماما من الصحة. الكلام ده بنسمعه سنويا في مثل هذا الوقت من كل عام مع بداية ظهور البطيخ والخوخ. طبعا ليه أسباب كتيرة، لأن احنا في البداية بيبقى فيه البشاير بتاع البطيخ والخوخ ممكن ما يبقاش كامل ناضج بدرجة كافية بحيث ان هو يتسبب في مغص معوي او حاجه زي كده، لان انت مثلا الخوخ اللي مش ناضج بيأثر على المعده. كل الفواكه والخضروات غالبا ما بترش بمبيدات حشريه، فاي حد طبعا ما يغسلش الخضروات او الفواكه متعرض ان هو يصاب بمغص معوي. لكن على اساس ان احنا نتكلم على حاجات مسطنه او بيعربونات زي الناس بتتكلم، ده كلام عاري تماما من الصحه. دي جريمه عمر الدوله ما تسيبها. احنا عندنا ملايين المصريين كل يوم بيتناولوا هذه الخضر والفواكه. لو حصل حاجه زي كده احنا كنا لقينا الاف المصابين، كانت تعمل بلبله كبيره جدا. لو محصول واحد بس في مصر في حاجه زي كده الدنيا كانت غير كده خالص، كنا هنشوف اعداد كبيره جدا تصاب بامراض او حاجه. لكن الكلام ده ما بيحصلش على ارض الواقع، وده دليل كافي على كذب وادعاء من يتقول بمثل هذه الاقاويل. احنا النهارده بنصدر 6.5 مليون طن من الخضروات والفواكه لاغنى دول العالم، الناس اللي هي طبعا تابع بدقة جديدة جدا أي منتج بيدخل ليها. بنصدر للدول الخليجية والدول الأوروبية وحتى الأمريكتين. فإحنا ما الكلام ده يعني ياريت الناس اللي هي بتتداوله تبطل الكلام ده، والناس ما تشاركش الكلام ده ولا تعمله لقاءات ولا يعني. هو الناس ساعات بيبقى لها هدف رئيسي وهي إحداث ضجة و وجلب عدد كتير من المتابعين او اللايكات، وده الحاجات اللي هي منتشره دلوقتي ما بين الشباب. لكن نتمنى ان الحاجات اللي هي تمس الامن الغذائي والامن القومي المصري الناس ما يعني ما يبقاش فيها الاستهتار بهذه الدرجه، لان الحاجات دي ممكن تاثر خارجيا وداخليا. لما انت تتكلم على موضوع زي كده وينتشر في دول كتير يعني بتراجع حساباتها، ممكن تضر كمان بالمصدرات المصرية أو بالمنتج نفسه في السوق المحلي، الناس بتبطل تقبل عليه. لكن أنا بقول له كل السادة المستمعين، كل بطيخ وخوخ، البطيخ والخوخ المصري آمن 100%. ما عليك أن أنت تغسل الخضروات دي غسيل جيد. البطيخ بالذات يعني سريع التلف، والخوخ ما حدش يفتح بطيخة يخليها 24 ساعة في الهواء وبعدين ياكلها ويقول لك البطيخة مسممة، كده كده لو سبق كده هتضره. البطيخ طبعا لازم ما يكونش فيه ولا خوخ نتوءات أو خدوشات، ما يكونش ليه روائح معفنة نتيجة التخزين السيء أو خلافه، ياكل الحاجة الطازجة الناضجة. يعني احنا بنتكلم على زي ما قلت لحضرتك الخوخ الناشف قوي ده لسه ما استواش، فأنت بتاكل منه كده كده هتتعب. كمان تاكل الكميات المعقوله، مفيش واحد يجيب لي بطيخه 5 كيلو ياكلها ويقول لك البطيخ مسمم. ده انت لو مش مسمم كده هيجي لك يعني مغص او اسهال او حاجه. ف
فالمواضيع دي كلها يعني ارشادات للناس اللي هي بتتابعنا. قلت لحضرتك الحاجات دي بترش بمبيدات حشريه، ودي حاجات لازمه لقتل الميكروبات والفطريات والحشرات الضاره اللي بتقلل انتاج المحصول. فممكن مزارع يجني المحاصيل دي قبل تطاير المبيد بفتره كافيه، وبالتالي لازم غسلها غسل جيد. طيب يا حاج، يعني ازاي بيتم بقى التاكد من سلامه المحاصيل؟ هل بيتم اخذ عينات عشوائيه من الاسواق من جانب الوزارات للتاكد من سلامه المحاصيل؟ الحقيقه ده يعني شقين، اول شق المرتبط بالشق الحكومي، والحكومه طبعا بتتابع الحاجات دي المحاصيل من وقت زراعتها قبل كمان من قبل الزراعه لغايه تداولها في السوق، عن طريق يعني طبعا بذور جيده بتدخل طبقا للمواصفات العالميه، ما فيهاش طبعا حاجات مؤجنه بطريقه يعني الحاجات الهندسه الوراثيه اللي احنا بنسمع عنها وحاجات زي كده، يعني بيختاروا البذور اللي هي صالحه ومتداوله في جميع العالم ومطابقه للمواصفات العالميه. ثاني حاجة الأسمدة اللي بترش بيبقى فيه متابعة للأسمدة دي تكون أسمدة صحية، إرشادات الفلاحين بتسميد بحاجات يعني محددة للنبات، بتتابع المحصول في الرش كمان المبيد بيبقى إمتى يترش، إمتى يجال المحصول، كمية المبيد اللي بترش، بعد الجني كمان المحصول ده بينزل السوق بيتاخد منه عينات من وزارات مختلفة وجهات رقابية مختلفة للتأكد من سلامته، وأي حاجة بتحصل زي كده بتتم المتابعة على طول، وبيتعرف كمان حتى المحصول ده منين، لأن احنا عندنا نظام التكويد دلوقتي ممكن تعرف المحصول ده جاي منين، إيه اللي زرع بالظبط، مين اللي زرعه، مزروع في أي جهة. طبعا دي الشق الكبير اللي هو المواطن ملوش دخل فيه، المواطن عليه إن هو يثق في الحكومة ويثق في المنتجات وبياكل الحاجات دي، لو اي خطا سواء من المنتج او المستهلك طبعا القانون بيقف بالمسار. الشق الثاني وهو المواطن، المواطن المصري عليه اللي هو طبعا عنده الحاسه والنظر، الراجل بيشتري كل يوم مثلا عارف الحجم الطبيعي للفاكهه والخضروات، يشتري الحاجه الاحجام الطبيعيه، الشكل الطبيعي، الروائح الطبيعيه، الحاجات اللي ما فيهاش خدوش. المفروض لو شاف اي حاجه مش مظبوطه يقول ولو شاف اي حاجه دي يعني حاجه كويسه من سعادتك، ان هو لازم المفروض يبقى يخاف على نفسه ويخاف على غيره، لان اي حد يشوف حاجه ما يبلغش عليها مشارك في الجريمه. فهو طبعا الحاجات الظاهريه اللي هو عليه ياخدها، ما ياخدش حاجه مثلا اساسها معفنه قدامه يقول لك ده الحاجه دي بايظه، ما ممكن يكون سوء تخزين فترات طويله، حاجه مش ناجحه يعني في بدايه الموسم بيبقى الحاجات لو تعطيها لسه ما نضجتش بالصوره الكافيه، فبتبقى يعني صعبه الهضم وتعمل مغص معوي او زي. حاج حسين، يعني زي ما حضرتك ذكرت ان ونصحت الناس ان الناس تغسل الحاجه كويس سواء الخضروات او الفاكهه، المفروض طب ما حدش هيمسك بطيخه يغسلها، وده يعني من واضح من كلام حضرتك ان القشره الخارجيه للبطيخ هي اللي بتبقى متاثره بالمبيدات. دي طبعا البطيخ طبعا زي ما قلت حضرتك هي في ناس بتغسلها عادي، لكن لو ما حدش غسل البطيخ المفروض يحاول ان هو ايده اللي لمست القشره ما تلمس لب البطيخه من جوه. يعني لو انت يعني الحاجات دي بتبقى على القشره، ما حدش بياكل القشره البطيخ، فهو يعني اللب من جوه يبقى اليد ما توصلوا ما تلمسوش، واحنا غالبا الشعب المصري ما حدش بيلمس اللب غير لما يجي ياكله، ولما يجي ياكل اي حاجه حتى اللحمه يخرجه قبل ما ياكل وبعد ما ياكل، حتى ست البيت نفسها يعني متواضبه على الحاجات دي، لان اليد دي يعتبر اول حاجه بتمسك الثمره وممكن هي اللي تنقل سواء مبيد او اي فطره او حاجه. فنتمنى ان دي يعني موضوع النظافه ده يعتبر رقم واحد دلوقتي في العالم، واحنا في مصر يعني يعتبر من الناس اللي متعوده على النظافه بصوره كبيره جدا، يعني احنا شفناها في كورونا يعني كانت اهم حاجه للوقايه بتبقى النظافه الشخصيه ونظافه الحاجه واهتمام كتير جدا بعدم لبس الاشياء الا بقفاز يعني، ومتابعه الموضوع بطبع جيد. حاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم كنت معانا على الهاتف.